اهلا يا حبيبي، وحشتني جوي قوي قوي. وانا توحشتك وشكلك هتوحشيني. ايه شكلك هتوحشيني دي؟ انت رحتي اخر مرة للدكتور ميت من حبة كبيرة، ساعة ما طلبتي منه دواء المناعة الحامل. رحتي له قريب؟ لا مش فاكرة. اللي شافوكي هناك هني؟ قلقتي يعني بتكدبي وكدبتي يعني في حاجة غلط. والله العظيم والله العظيم ما في حاجة غلط. ايه بتخليني مع الدكتور؟ يا لهوي يا لهوي، قلنا انت بتقول ايه؟ رحت له ليه؟ ما عرفاش تجاوبي؟ اجاوبك رحت له علشان يكتب لك على حاجة تستعجلي بيها الحمد. يعني ما بتسمعيش كلامي؟ يعني بتعنديني وانا ما اتخلقتش اللي اتعنتني؟ شيل موضوع الخلفة ده خالص من راسي كده، انت اتكتب عليك ما تخلفيش.